هو بصراحة إذا كان المشكلة ينحصر في القبيلتين هو يمكن التوصل لحل، إذا كان ينحصر فقط في القبيلتين، لأن في النهاية جميعهم مواطنون ولهم من الحقوق ما لهم وعليهم من الواجبات ما عليهم ومتساويين فيها، ولكن هنالك أطراف دولية تغذي هذا الأمر تسعى إلى 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 خلق فوضى عارمة في الجنوب لأهداف والله أعلم بها، هل هو الهدف تقسيم ليبيا أم إنشاء قواعد عسكرية في الجنوب أم لاستئثار الثروات الموجودة فيه. ما هي هذه الأطراف سيد أبو بكر؟ ما هي هذه الأطراف؟ هو طبعا الاتهام بصراحة بالدرجة الأولى موجه لفرنسا، لأن وجود قوات فرنسية في الحدود النيجيرية والليبية، ومرة مرة يقولوا دخلوا في الحدود الليبية، ومرة مرة تواجد يعني عملية برخان الموجودة في الساحل والصحراء بحجة مكافحة الإرهاب. تبين أن فرنسا حسب تقارير بعض الخبراء أنها على شفا حفرة من النار من 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 من, من من انهيار اقتصادي، وبالتالي تسعى تبحث عن ثروات بأي شكل من الأشكال وبأي مقابل، سواء عن طريق خلق فتن أو عن طريق خلق حروب. وهذا الأمر إذا لم تتدخل الحكومة الرسمية الآن التي تدعي الشرعية ممكن يتم تصعيده إلى مستوى دولة ويتم تدويل العملية، وإذا دولت العملية فلن نستطيع لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنوات من ولا بعد مرور سنوات من حلحلة هذا الموضوع، لأن ستتواجد قوات عسكرية على الأرض لمحاولة إحلال السلم بين القبيلتين أو بين القوى المتصارعة، وهذا الأمر بصراحة يتطلب توا اليوم كان في اجتماع رئيس الوزراء هذا رئيس المجلس الرئاسي مع رؤساء الأركان، وكان يتحدث على إحلال السلم وضبط الأمن في ليبيا. أين هو من الجنوب؟ هو طبعا الاستدعام كلهم من جماعة المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية وطرابلس. طيب. المفروض قادة الجنوب يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع بحيث أنه يتم التنسيق ما بين الشمال والجنوب. طيب سيد أبو بكر.